حين تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، استخدمت كأدلة إدانة مقاطع نشرها الجنود أنفسهم. توقعنا أن يتوقفوا عن التصوير والنشر كي لا تزيد أدلة إدانتهم أمام محكمة العدل الدولية، لكنهم لم يتوقفوا. نشاهد آخر ما نشروه. שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. הופה לי הנשמה! איזה דבר! לימדה ינשרון ما يدينهم ولماذا يصورون إجرامهم أصلا؟ هناك قناة على التليجرام اسمها 72 عذراء غير خاضعة للرقابة، بداخلها مئات من الفيديوهات والصور الوحشية من غزة توثق ممارسات جنود الاحتلال بحق المدنيين العزل في القطاع. اعترف الجيش الصهيوني مؤخرا بإدارتها. إذن هم يصورون للنشر على هذه القناة وغيرها، لكن لماذا في حرب 2021 استخدم جيش الاحتلال نفس المقاطع وطلب مشاركتها؟ ليعرف الفلسطينيون أنهم ينتقمون كثيرا. إذن هي حرب نفسية ليطمئن المستوطنون من أداء جيشهم، ويخاف الفلسطيني من الانتقام الصهيوني. آخرون يرون أن التفاخر بالممارسات الوحشية لا تحتاج لأسباب، فهذه طبيعة قوات الاحتلال والمجتمع الذي يكره العرب والفلسطينيين خصيصا. ولأن المسألة تتعلق بأخلاقهم المنعدمة، يبدو أن الصفعة والإهانة التي تعرضوا لها في 7 أكتوبر زادت من تباهيهم بإجرامهم. وفي هذا يقول أستاذ علم النفس إيرين هالبرين، عندما يشعر الناس أن وجودهم مهدد فإنهم لا يملكون القدرة الذهنية على التعاطف أو تطبيق الأحكام الأخلاقية عند التفكير في العدو. ويمكن أن يكون هذا المقطع دليلاً على غياب الحكم الأخلاقي لدى جنود الاحتلال. يدمرون المنزل ثم يستخدمونه مادة ليضحكوا عليها. على مواقع التواصل يستغرب الكثيرون من نشر هذه المقاطع. على إكس رفيف غربي تقول: لم يقم مرتكبو الإبادة الجماعية قط بتوثيق فظائعهم وتباهي بها بكل فخر. نحن نعيش في جحيم غير أخلاقي. خلق الغرب وحشا يستمر في تدمير إنسانيتنا المشتركة. حساب لولا علقت وقالت: فشلهم يقودهم إلى صناعة أي شيء ونشر ما يرفع من عزيمتهم المحبطة، فلا منشورات ولا فيديوهات تبرر أعمالهم المقيتة. في إكس أيضا حذيفة يقول: دي أدلة إدانة للصهاينة، وأكيد دي فكرة أتت من تفكير نرجسي مريض، ولكن ستكون أول مسمار في نعشهم. أخيرا من الفيسبوك محمد الأنصاري علق وقال: الفيديوهات دي اللي هم عملوها قدمها المحامين في محكمة العدل كدليل إن في جرائم إبادة وفي فخر كمان بيها، تحولت أدواتها الإعلامية لدليل إدانة ضدها. مشاهدينا، سيستمر العدوان الصهيوني بتخبطه هذا؟ سينشر ما يظنها بطولة من هدم منازل المدنيين وقتل الأبرياء، لأنه ببساطة لا فرصة حقيقية يملكها لانتصاره. فهو مهزوم عسكريا ومهزوم أخلاقيا أيضاً.